ممكن نلاقي مساحات كبيرة للتلاقي، خاصة لأنه حتى اللي بيتبنوا المشروع الخاص والمبادرة الفردية العقلاء بيتعاملوا مع الموضوع على اعتباره أنه ده أحد أساس العدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، دي هي أحد أساس ضمان نجاح المبادرة الفردية والمشروع الخاص. لأنه لو اختلت أمور العدالة أصبح حالة الغضب والاحتقان الاجتماعي كما جرى على مدار سنوات طويلة في مصر ممكن تأخذ الأقدر وليها بس كله. دي حاجة. الحاجة التانية أنه فيما يتعلق بالفساد، إحنا بصدد منظومة كاملة للفساد جرى بنائها على مدار 40 سنة من أول قرار الجمهور اللي أصدره الرئيس أنور السادات رقم 109 لسنة 76 لغاية كل القوانين الاقتصادية اللي صدرت في عهد مبارك في السنين الأخيرة، اللي كانت فيها مواد بتفتح ثغرات بوضوح إما لحماية الفاسدين أو لتسهيل عمليات الفساد، سواء في قانون الضرائب على الدخل، في قانون الجمارك.